السلام عليكم اختي المتتبعين، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، صحه فطوركم، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو هذا يعجبكم ونكون في احسن الاحوال ديالكم يا ربي. شكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم، كنشكركم بزاف على الصونات اللي كتصونيو علينا، على المسانده ديالكم، الله يخليكم لينا والله يطول في عمركم. كما كتشوفوا اليوم غادي ندير اومليطه اللي ديجا صيبت البصله مطيشه شحرتها مزيان، شويه ديال الزيت والملحه، درت لها العطريف الاحمر والبزار سكينجبير، واللي درت لها دان تشحر معهم تطابو تنشفو من الورقه مزيان، درتها في اللاطه، درت عليها بطاطا مقليه، شوفوا معايا غادي نحشيها في الفران، كتجي بحال الخبيزه. هنا عندي 6 البيضات، انا ما نستعملهمش كاملين، نستعملي 5، نتمنى ان شاء الله تقبلوا علينا اي حاجه درناها كنشاركها معكم. وعندي تما الكفته كتشحريه وشويه ديال الزيتون مليحه وزويته، اللي مصيبه البيسه ندير على مطيشه، كتجي بحال الخبيزه معمره. دابا غادي نحشيها في الفران، وخليكم في البيتزا شحط لك فيتا ودوتينا، انا كنصاوب معاك دير الفرماج. طيب التحيه، السلام عليكم اخوتي المشاهدين، كي درتو؟ لاباس عليكم؟ كيبقيتو مع صحيحتكم؟ كيبقى وليداتكم؟ كنتمنىكم تكونوا على خير وبخير وتكونوا في صحه جيده يا ربي، وعواشركم مبروكه، تقول عليكم بالصحه والسلامه وبشير زيف نتوما وليداتكم وخوتي، وبالصحه فطوركم، وشكرا لكم العزاز الغاليين، شكرا لكم بزاف، الله يكبر بكم، شكرا على التعاليق ديالكم الزوينه، شكرا على التعامل اللي كتعاملوا معايا وتعيطوا عليا وتفاجئوا عليا، الله يفاجئ عليكم في الدنيا وفي الاخره. كما كتشوفوا لاله مريم راه دارت البيتزا، راه عمرتها هي، وانا ندير لها الفرماج من فوق كنعاونها، اللي قدس عليها راني كنعاون لاله مريم، هي راه قاده في شغلها خوتي، الله يخلي لكم نتوما وليداتكم، يجعل ربي يحفظهم لكم ويخليهم لكم، اللي ما عندوش الله يفرحه ويعطيه لوليدات، ولا يخلي شي واحد وليداتي بلا وليدات، دوكا لاله مريم، كيف تعرفي؟ ياك، اخوتي كنا شحال هادي عمرنا ما درنا هاد البيتزا ولا شي حاجة. ما غنملاو الحرشاو نجيب واحد الحبات باقي مخمر، هادشي اللي كنا هما دابا هاد البيتزا هادي، تبقى تنشوفها البنت تصاوبها، إيوا اللي درنا الحباب كنشاركو معاكم، خيركم في داركم، كلشي كيعرف يصاوب وكلشي كيعرف التاويل وكلشي، الحباب ديالي حنايا هادي هي الروتين ديالنا الحباب. هادشي اللي درناه كنشاركوه معكم، كنتمنىكم تقبلوا علينا وتشاهدونا، اللهم تعالى يجعل ربي يشاهدكم الخير والتيسير، ويجعل ربي يحفظكم ويخليكم ليا، راكم كمكبرين بيا وواقفين معايا، الله لا يوقف معاكم، الله لا يجازيكم، نطلب لكم غير الصحيحه والسلامه نتوما ووليداتكم. هاهي بنتي الاخرى، نديها ديرها في الطبسيل، تنحيد اللاطه اللي عندي برا، دير الفرماج على وجهها تجي خوتي، هما عارفين تجي غير ديال اللون، النيشة تجي زوينة الحال ديالي، كلشي راه كيعرف يديرها البنية دليوم اللي خصهم يتعلمو ويتساعدو، ها
دابا كما كتشوف الحلو انا دهنت الطبسيط باش نديه في الزيت باش نديه في الفران باش ما كيلصقش. هادي درنا الحلو بدا نشربوه معاكم ما كل شيء راه تعرف يشغل كل شيء. هما مالين الشغل نتوما مالين التاوي. غالي درنا الحلو بدا نشربوه معاكم. الله يخليكم لينا والله يحفظكم. شكرا لكم بزاف الوقوف اللي راكم واقفين معانا ومساندينا وعاطينا من وقتكم. اللهم تعالى يعطيكم الخير والتيسير. ها شوفو الحلو دابا نديها نصبها كاملة الحب. هذا هو فطورنا والصحة فطوركم. دابا هذا هو الفطور ديالنا اللي كتب الله كنشاركو معاكم. هذا هو الروتين ديالنا. هذا هو الطياب ديال لالا مريم. هذه هي شنو تتقولي لالا مريم؟ أومليطة ديالنا كتجي بحال الخبزة. كتجي بحال الخبزة. دابا تحاول تشوفوا خوتي العصا ديالنا البيتزات الحليوة هي هذه وكل شيء اللي درناه الحباب ديالي كنشاركو معاكم. قسم الله كنشاركو معاكم. نتوما مالين الخير نتوما مالين التاويل غير اللي درناه الحباب ديالي كنوريوها لكم باش ان شاء الله الحباب تشاهدونا وتوقفوا معنا. الله يجعل ربي يوقف معاكم ويهلي خطاكم عليا والله يكبر بكم. انا بعد عمري ما ننسى الخير ديالكم اخوتي الا ما جات الكتانه البيضاء على وجهي. هذاك هو اللي ننسى خيركم. خيركم كثير عليا وكبير عليا وشكرا لكم والله يكبر بكم. وهذا هو فطورنا اخوتي هادشي اللي وجدت معكم. نتمنى ان شاء الله تقبلوا عليا وشكرا لكم بزاف على التتبع ديالكم. شكرا على اللايك. شكرا على الناس كاملين اللي كيصونيو علينا في التليفون وكيقولوا لنا رحنا معاكم. شكرا لكم بزاف وحنا بالله وبكم غادي نوصلوا ان شاء الله لاي حاجه. شكرا لكم بزاف وان شاء الله ديما لايك وكومونتير ديالكم زوين. تبارك الله عليكم اخوتي المشاهدين كي لاباس عليكم. نتمنى تكونوا على خير وبخير. شكرا لكم اخوتي على الروح ديالكم وقتنا تحياتي لكم. شكرا لكم على السند اللي مساندينا وزيدوا على نخوكم اخوكم العربي. الله يوقف معكم في الدنيا وفي الاخره اخوتي العزاز. وما تنساوش اخوكم العربي. اخوكم العربي كيبغيكم وانتم خصكم تحبوه كما كتحبوه دائما. الله يخليك. عندك جمهور عربي اللي كيحبك. حنايا كنبغيو خلي السي محمد يهضر راه تيتلف. السلام عليكم المتتبعين. مبروك عواشكم. نتمنى لكم هذا رمضان بالصحة والسلامة وبالصحة فطوركم. نتمنى لكم تكونوا على خير وبخير. وكيما كتشوفوا الحباب تقولوا لنا السي الطيب راه ما كاينش معاكم ولا ما كاينش معنا. الحباب ديالي راه مشى عند الأم ديالو توحشها ومشى يبارك لها في العواشر ديالها. هلا خطي على كل واحد الله يخلي له المهمات ديالو، خلي له الأباء ديالو اللي ما عندوش الحباب الله يرحمهم ويوسع عليهم.